Wafi Atin Zahira dari SMA Pesantren Putriata Mandiri, Kabupaten Goa. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 44 sampai 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Aqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.